محمد حسن إبراهيم وحنا كم على راستيلا وحنا دجال هاي ستوكهولم وحنا ربعنا هم كان هم بلي وجهديو رئيس الوزراء عصب عبد الولي وحنا لي هاي دلك هاي دتك هاي دين تا وين الدفاع ده وين الدعاء النقطة دلك هاي أنا يوم وقت يصنع هاي حتى نهاية ستوكهولم خاصة تنستا روحان تنو وقوف رحصان هاي دولتا وحان ربعنا نباق وجيديو إن أمدا شعبك سوماليد ونقضان داعات ودكا سدي سنعيان كما كان هاي مربع دكور كلاتي روحان تنو آدي هاد وقوف رحي هرمارك إيا سمعي لكن وحان لقا عطسان يا إنا دلال غير سي سمعيسان مدى ذكرة مدحوينها إيريز وزارة وحان باق وجيدينا يا أنو كهاللايو قبلك وحكسو جدا مقدشو لكن دقا هانتي دا بلعط واي حد كور با بلعط وحالو حيرا ستح ويكور اما افر ويكور نمان اضيالة او نبطونا او معلمينا ننوا لغو ديلي اللهم حريستو سيحن با لغو ديلي اد اعد با وحن هاي دادكي سنة متقانا لكا سوحان متقانا تعسير كالو جيدين ايا انو كفا اي سنة فرصة دان انا لله وانا الى راجعون اله ان حريست الله كورابيو الذي يقرأه ذي إلمي وكنت جانا متقن السمر يبان الله كسيو ده ولده عن باقو جنا دتك ديجان كأبلع طنشتي نبات ضل هو لو قاسة هو لو إني كتشو جيان إبكا حديثين كتشو جين عنا جسم هو لو من السنة هاي وإلى معنا دل كاس متقن نبات قرب الله ولد ديجان كأبلع سدح نبات الحري أو مدش الرسول كبيه قدر رأي الله استمر كمحارة فرصة أنا كفى إلى السنة يو إن أرنتاس مدحوينها رئيس الوزراء وحكا قبطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكان هويدنا وكسلام يا مدير محمود عيرنا وسلام يا إدمان الميق يكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغاز كسودو رويل تي في 24 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قلبتا أو أنجونا وقال أودن كسودن magala stockholm waxaan hambalyo iyo bogaadin iyo salaam iyo reen reen baa ugu gudbinayna inagoo ah jaaliyada degan stockholm ra'iisul wasaare abdulla sheekh ahmed oo todobaadkii la soo dhaafay aqlabiyad buuxda ay bangolaha baarlamaanka ku doorteen waxaan aad uga mahadcelinaynaa ilaahay baa mahad iska leh waxaan hadda labaad siinaynaa haddaan nahay shacabka gurbajoogta soomaaliyeed dr مدحوين حسن شيخ محمود وأسوأ قريب مدة الصوماليات وجميع هناك راهو شهداء يباعدوا ذا يدريك وذا وحد من ربات أن ما إلنا بلاها برلمانكا وجميع يو بروفيسور محمد الشيخ اسمه جواري وأن لنا هاي وحن نقرب تاجرنا هاي هي اللي يهوبا بدين تا يو حليد مدة الصوماليات وجان كذا وحن هيك برين يا سيد شرفت له وهذا شو راعدين إنه نقدوا خير الوزارة عبد الله الشيخ أحمد هذا الشعب الصومالينا وحن هو باقينا هنا سيف فن أو من نمالة أو صومالين معه هنا وقرب قرار دولة حكومة وصولس دولة خير الوزراء دمانا أمد الصومالين وحن رجينا يقول يبنيه حكومة دولة وحن رجينا إن نقدوا كوا حجان كوا ده عدالة كوا أنت أمد الصومالين كوا عيا
maamulkooda waad mahadsantihiin wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hambalyadii ra-iisul wasaaraha cabdulla sheekh ku soo dhowo royal tv asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waxaa la yidhaha cali sheekh cismaan geedi degan waddankan sweden khaasatan stockholm waxaan maanta halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya shalay la ansixiyay bisha ahayd 22-kii diseembar waxaan leeyahay hambalyo ra-iisul wasaare cabdiweli maadaama nin dhaqaaleyahana tahay oo aada dhaqaalaha u taqaana dhibaatooyinka waddanka ka taagan sida kooxaha al-shabaab sida waxyaalaha kaleoo danaha khaaskaa leh waxaan rajaynayaa inaad wax ka qaban doontid xilka adag ee lagu dhiibay inaad ummadda soomaaliyeed meel walba gudaha iyo dabadda ninka la sugayo adiga iyo tiimkaaga inay yihiin ayaan rajaynayaa haddana waxaan kusoo dhoweynayaa baris cadami oo dhinaciga taagan baris kusoo dhowo waa mahadsan tahay waa dhowahay haddaan ka mid ahay hablaha soomaaliyeed oo degan waddanka sweden oo raacsan dowladda waxaan u hambalyo u direynaa ra-iisul wasaaraha cusub cabdiweli ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu jagadiisa jago sarayse ka dhigo aamiin ra-iisul wasaaraha cusub waddankeena soomaaliya cabdiweli sheekh ayaa nala daawanayseen dadweynaha siday ugu hambalyeynayeen magaalada stockholm oo ay uga taageersan yihiin waa royal tv 24 magaalada stockholm cabdiqaadir isalow